بالأسبوع الثاني من شهر أذار مارس 2024، شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد؟ يا عزيزي، بدي أقولك إنه الحذر ضروري جدا كمان ببداية هالأسبوع، خاصة بين الجمعة والسبت، الجمعة 8 والسبت 9. حضر نفسك لأجواء متوترة شوي، نعم، أو تتحمل مسؤولية ضاغطة أو واجبات كنت أنت بغنى عنها. اف، بدك تتأفف شوي، بعرف، بس لازم تتعامل بموضوعية ودقة وتنفتح على كل أنواع الحوارات حتى تلاقي قاسم مشترك مع الآخرين. أوقات في ناس ما بتحب إنك تحاورهم، بس أنت مضطر، مش كل شي منحبه نعمله، في أوقات مضطرين إننا نتعامل مع أشياء غصب عنا. القمر الجديد يوم الأحد 10 بالحوت بيرطب شوي الأجواء، بيبعدك عن حلبة صراع سياسي أو غيره بهالوقت. يمكن الظروف هي بتبعدك، بتستعيد الثقة بالنفس وبتكون مرتاح لأجواء يوم الثلاثة ويوم الأربعة. بتدرس استراتيجية جديدة، بتخطط للمستقبل، بتنعم بدعم بيجيك عن بعض بصورة غير متوقعة. أحلى شيء لما بيجي دعم أو مفاجأة أو هدية حتى بصورة غير متوقعة. بتعاود ترتيب أوراقك، بتدرك ما هو الأهم لإلك أو بتحزم حقائبك للسفر. بخف التوتر بهالوقت من بعد انتقال ميركور لبرج الحمل، وكمان فينوس بخفف من الضغوطات وبيقلب حتى بعض الأوضاع إلى الأفضل. بتآخر هالأسبوع بتشعر إنك ماشي على خط سليم وإنه الأصعب صار وراك، وبتبلش الأسبوع التالي مرتاح. بخبرك على كل حال الأسبوع الجاي.